يعني أرجو أن تبسط لنا الأمور يعني بعلمك الطبي، ماذا يعني هذا الأمر طبيا أو علميا عندما تقول إيلاي ليلي إن أحد المتطوعين على هذه التجارب السريرية أصيب بمرض غير مفسر، يعني تحتها 100 خط غير مفسر، وعندما تتحدث شركة ضخمة مثل جونسون أند جونسون وتقول إن أحد المتطوعين أصيب بمرض عصبي خطير، هل يعني ذلك الرجوع إلى نقطة الصفر؟ لا كلا، أعتقد ضيفنا الكريم يعني شرحها بشكل كلش يعني جميل. هو الأمانة يعني لازم يكون السيفتي هي أهم شيء، يعني مو مثل ما يسويها روسيا في الوقت الحاضر ما نعرف أي شيء. أما يعني إجابة على سؤالك، هو المهم نحن لا نعرف، يمكن يكون الصدفة يعني وبالتاريخ يصير يعني، والكورونا هو مو أول فيروس يطلع به الفاكسين تاريخيا، وهذا أسرع فاكسين لحد الآن يعني يطلع، وحتى طريقة اللقاح يعني هذا الفيروس يختلف عن طريقة اللقاحات اللي كنا نستعملها أو طريقة إجابة، لأن يعني مثلا جونسون أند جونسون يختلف عن الأكسفورد، والأكسفورد يختلف عن الروسي، ويمكن يكون صدفة، يمكن يكون مو ما لها أي علاقة، ولكن الشفافية والأمانة هي أهم شيء كما قال لنا ضيفنا الكريم من بيروت، ولهذا مهم جدا والأسترازينيكا وجونسون أند جونسون إيلاي ليلي يأخذون المواقف الصحيحة بوقت التجربة لحد الآن أو اللقاح، طيب، والرجوع إلى نقطة البداية. طيب